بهدف تنمية قدرة الشباب الموريتاني في مجال التقنيات الحديثة وتطوير المحتوى الرقمي للبلاد وتمكين الشركات من الحصول على برامج تطبيقية بأيادي وطنية، أشرفت وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاتصال على انطلاق المسابقة الكبرى لتحدي تطبيقات الهواتف الذكية التي تنظمها هيئة شبابية موريتانية أطلق عليها حاضنة ريمتك. مزامنة التقنيات الحديثة وتطويعها لخدمة الوطن، ذلك ما يسعى إليه مهندسون موريتانيون في مجال التقنيات الحديثة. جمعتهم الإرادة والتصميم ليخلقوا إطاراً أطلقوا عليه اسم حاضنة ريمتك، مستجيبين لتطلعات الوطن. إن هذه المسابقة للتطبيقات النقالة ستساهم في تطوير استخدامات الهواتف النقالة، الأمر الذي سيمكن عدداً كبيراً من المواطنين من الاستفادة من الخدمات الموفرة على الإنترنت، إذ أن ولوج الهواتف النقالة يتجاوز اليوم ولوج الحواسب الشخصية. إن هذه المسابقة تشرف على تنظيمها جمعية غير ربحية تم إنشاؤها من قبل شباب موريتانيين حاضنة ريمتك، وبالتعاون مع قطاعنا واتحادية الخدمات والمهن الحرة والبنك الدولي. شركاء ومهتمون بالمجال وجدوا في انطلاقة مسابقة تحدي الهواتف النقالة فرصة لإبراز المواهب واحتضان المبدعين. يمثل قطاع تقنيات الاتصال والإعلام اليوم أحد القطاعات الأساسية في اقتصاديات الدول، ورافداً جوهرياً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركاً لكافة دواليب التنمية. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة مدى أهمية التقنيات كعامل أساسي في تشغيل الشباب وكمحفز لإبداعاته، بل وأكثر من ذلك فهي عنصر فاعل في العملية الإنتاجية. المشرفون على هذا النشاط وضعوا خبرتهم وقدراتهم أمام الجميع من أجل تطوير المحتوى الرقمي للبلد وتشجيع المبرمجين وتحدي تطبيقات الهواتف الذكية من خلال مسابقة كبرى رصدوا لها جوائز ومحفزات عديدة. في إطار تحضير تحدي موريتانيا لتطبيقات الهواتف الذكية، هو أول مسابقة من نوعه منظمة من طرف حاضنة ريمتك. هي حاضنة أسسها مجموعة من الشباب، هدفها على عنها تساعد المؤسسات الصغيرة اللي في مجال تقنية المعلومات، واللي هدفها على عنها تساعد في ثراء المحتوى الرقمي الموريتاني وتعديل المحتوى الرقمي الموريتاني فريد. المسابقة من 15 أكتوبر يعني 24 نوفمبر، نتمنى من الشباب كامل الموريتاني المشاركة فيها. هي إذن مسابقة مفتوحة أمام المختصين من أجل الوصول إلى تقنيات تواكب التطور التكنولوجي بخبرات وقدرات وطنية.